لا يتجول وحيدا هذا القائد الميداني في شعاب جبال كونر شرقية أفغانستان، وإنما ترى معه مئات من مقاتلي الحزب الإسلامي الذي يتزعمه قلب الدين حكمتيار في منطقة تعرف تقليديا بولائها له. وتستشعر القيادة العسكرية لهؤلاء أنها باتت في وضع يمكنها من إرسال التحذيرات لأمريكا وحلفائها. أرى أن من الأنسب لهم أن يخرجوا من أفغانستان حتى لا يخسروا أنفسهم في أمر لا جدوى منه، وأن يعودوا إلى بيوتهم وبلادهم سالمين قبل أن يولوا وهم يجرون أذيال الهزيمة. خطة هؤلاء هي مزيد من المقاتلين في مواجهة مزيد من القوات الأجنبية وفق الخطة الأمريكية الجديدة في أفغانستان. لكن رسالة مسلح الحزب الإسلامي وجهت كذلك للجنود الأفغان بأن لا ضير عليهم إنهم التزموا الشرع وتجنبوا القتال، وإلى المنظمات المسلحة الأخرى لا سيما طالبان هي نحن هنا. سياسة الحزب تجاه الذين يحاربون القوات الأجنبية ثابتة، فهم جميعا إخواننا ولا نضمن لهم أي حقد، وليس في كونر ما يثير القلق. فكما تعرف أنه لا توجد منظمات أخرى هنا، وكما أن الغالبية في الجنوب لطالبان فإن الغالبية في الشرق للحزب. عاد النشاط لمعاقل الحزب الإسلامي وسط جبال كونر بعد سنوات من انحسار نفوذه لحساب حركة طالبان، وقد تزايدت الشائعات مؤخرا حول احتمال دخوله في صفقة مع الحكومة. المحادثات لها شروطها المنطقية، ولذلك اعتقد انه لم تحدث اي محادثات جادة بين الحزب الاسلامي والحكومة. فالسيد حكمتيار وملا محمد عمر على القائمة السوداء عند امريكا، وبذلك تكون المحادثات مستحيلة. تختلف حسابات المسلحين المنتشرين بين الجبال من مختلف التنظيمات عن حسابات المنشغلين بتوزيع الحقائب الوزارية من الساسة في كابل، لكن الفئتين تترقبان ما بعد الوجود العسكري الأجنبي. شواهد كثيرة تشير إلى أن أفغانستان مقبلة على زخم عسكري وسياسي في العام 2010، ما ظهر منها بحث الناتو عن مخرج مشرف من مستنقع أفغانستان ومحاولة أطراف أفغانية ملء الفراغ بعده. سامر علاوي، الجزيرة، كابل.